الجامعيه ودراساتك العليا ومن ثم كونك استاذه في الجامعه الامريكيه؟ ايه؟ انا تخصصي هو تخصص مش موجود كتير في مصر، يعني هو موجود كتير بره، اللي هو علم اللغه الاجتماعي. علم اللغه الاجتماعي بالظبط. اللغه الاجتماعي صعب، يعني حد يعني العلاقه بين المجتمع واللغه وازاي بيأثروا في بعض، ازاي اللهجات المختلفه بتعكس هويه معينه، ازاي اللهجات المختلفه بتعكس ممكن كمان ساعات تيار سياسي معين. طب تدينا امثله يا دكتوره لي. طيب يعني مثلا في فيلم لذيذ جدا وحلو قوي اللي هو لامؤاخذه. لامؤاخذه هتلاقي ان الفيلم لامؤاخذه الطفل الصغير قرر، شاف نفسه ان هو مضطهد او مامته شافت ان هم مضطهدين فقرروا ان هم يهاجروا لكندا. ففي مشهد بيعبر عن الهويه المصريه بطريقه رائعه. في السفاره بقى هو بيتكلم مع الست اللي بتعمل معاه الانترفيو وهي مصريه بس بتتكلم معاه انجليزي، فهو بيرد عليها انجليزي. وبعدين فجاه هو حس ان هو ما ينفعش يقول ان هو مضطهد في بلده لان دي بلده، فوقف الحوار وكلمها بالعربي. قال لها هو انت بتتكلمي معايا انجليزي ليه طالما احنا الاثنين مصريين؟ قالت له عشان دي شغلتي، بس قالتها له بالانجليزي. فراح مصلح لها الانجليزي بتاعها وقايم وقايل لمامته انا مش ههاجر. فهنا هتلاقي ان الانجليزي تداعياته ان انت كانك بعت نفسك خلاص، انت مشيت وسبت الهويه بتاعتك. فهو لقى اللحظه دي ان هو مع ان الانجليزي بتاعه قوي جدا يمكن اقوى منها، هو مش عايز يمشي ومش عايز يسيب الهويه. فعشان كده هو كلمها باللغه العربيه وهي ردت عليه باللغه الانجليزيه. مش بس كلمها باللغه العربيه، هو كلمها بالعاميه المصريه. وده معناه ان هو مصريته بقى الهويه المصريه عنده قويه جدا. في بقى امثله كتير جدا عندنا. يعني ايه تاني من المصطلحات العاميه اختلفت مع السنين او اختلفت بسبب الظرف الاجتماعي او التاريخي لو في حضورك؟ احنا مثلا عندنا كتير دلوقتي مصطلحات بيستعملها الشباب، احنا ممكن نفكر انها مصطلح ليه الشباب ليه بيغير اللغه بتاعته، ليه بيستعمل اللغه الركيكه دي، ليه بيستعمل الكلمات دي. في الحقيقه بقى احنا في علم اللغه الاجتماعيه ما نقولش كده، احنا بنقول ده حاجه جميله جدا، ده هو ده بيبدع باللغه، يعني عكس بقى. فيعني احنا كده عكس. يعني احنا عندنا بالنسبه لنا اي تغير بيحصل للغه هو دايما حاجه كويسه وحاجه طبيعيه، لان اللغه دي كائن زي الانسان فهتتغير لازم مع مرور الزمن. فما ينفعش، يعني في ناس مثلا تقول لك اللغه الفصحى لازم نحافظ عليها، ما ينفعش نيجي جنبها. لا، ما هي اللغه الفصحى بتتطور على فكره، يعني في كلمات جديده بتخش كل يوم فهتفضل تتطور لان هي كائن حي. طيب ده كان ايه؟ علم اللغه الاجتماعي. ده دراستك او ده كان الدكتوراه ولا؟ الدراسه بتاعتي في لا الدكتوراه بقى كانت على الخطاب السياسي في مصر. كانت واخده كل رؤساء مصر على مر العصور، بس انا عملتها بقى في 2001 خلصت. فكان يعني اخر حاجه كان حسني مبارك. المصطلحات اللي استخدموها رؤساء مصر الازدواج اللغوي، يعني هم بيستعملوا عاميه وفصحى لما مثلا في الخطابات بتاعتهم السياسيه بيستعملوا عاميه وفصحى. فامتى بيستعملوا عاميه وامتى بيستعملوا فصحى؟ في اللقطه دي تعتقدي انه عبد الناصر استحضر لقطه الزعيم او القائد طبعًا اللي لازم طبعًا يتكلم بالفصحى اللي تتناسب مع مهابه الموقف. بالظبط، ما فيهاش تباسط يعني. بالظبط كده. ده انت دراستك حلوه قوي، ربنا يخليك. لا يعني حاجات لذيذه. مش حاجات جامده. وبتدرسي في الجامعه الامريكيه؟ بدرس في الجامعه الامريكيه. انا كنت قبل كده عايشه في امريكا بدرس جامعة جورج تاون، وبعدين قررت أرجع مصر في لحظة كده. سنة 2013 قررت أرجع مصر. يعني 2011 كنت اوريدي كده قلت أنا، يعني كنت حاسة أن أنا عايز أرجع مصر. مش 2013 بقى رجعت الحمد لله. يعني بالليل كده الساعة 12 بالليل ببص فزوجي قال لي على فكرة في شغلة في الجامعة الأمريكية. قلت له طب هقدم. لقيت الناس بصت لي كده فالحمد لله. يعني قدمت وقررت بقى على البوست. قررت بقى ان انا خلاص، حتى قعدت اقول الاول هقعد سنه، هاخد اجازه سنه وهشوف، وبعدين قلت خلاص انا هستقر في مصر. استقريتي في مصر واعتقدتي انه العمل وروتينه والجزء الاكاديمي اخذ منك الكتابه؟ بالظبط كده. بس طلعتي غلطانه. طلعت غلطانه وعملتي روايه بديعه، روايه اولاد الناس.